بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمشيئة الله ستنشر فيديوهاتي المستقبلة في صباح السبت والاثنين والأربعاء. في حالة إعجابك اعمل لايك واشتراك ليصلك كل جديد. عنوان الفيديو: ردود وتعليقات على استفسارات مربيين الأرانب. في سؤال بيقول: سلام، عندي ذكر واحد شحال نقدر نكبلي بيه في نفس اليوم وشكرا. عندك ذكر واحد لازم تحافظ عليه وعلى خصوبته، وعشان تحافظ عليه وعلى خصوبته بتلقح بيه الأم سواء مرة أو مرتين في اليوم، وتريحه يومين بعد كده عشان تخليه يلقح أم تانية، وتمشي على المبدأ ده على طول عشان تحاول تحافظ على خصوبة الذكر ده. سؤال تاني بيقول: يا محترمين، سؤال: ليه الأرانب مع بداية الصيف يموتوا مرة واحدة؟ يعني عندنا في بالأردن بالربيع ما شاء الله عليهم، بس لحظة ما يخش الصيف يموتوا واحد ورا التاني. ممكن تفيدونا لو سمحتم؟ للعلم الحر بمصر أكتر من الأردن، ومع هيك ما شاء الله لا يضركم، الأمور ماشية عندكم. ما هو تربية الأرانب ده علم، ومن أهم حاجة في العلم ده أن المربي يعرف إزاي يرعى أرانبه، سواء في أوروبا أو في مصر أو في الأردن أو في أي دولة تانية. على قد أنت ما عندك من خلفية علمية مبسطة عن تربية الأرانب، على قد ما هتقدر تحافظ عليها. بمعنى إيه؟ أنت بتقول في الربيع عندكم الأرانب ماشية كويس، طيب ما اتكلمتش عن الصيف ليه والحر بتاعه؟ الحرارة لو زادت عن 30 درجة دي بتعرض الأرنب للنفور، والحرارة المناسبة للأرنب من 24 ل 26 درجة. ففي شهور الصيف سواء في الأردن أو في مصر أو في دول تانية بيصادف أيام بتعدي فيها درجة الحرارة بتعدي 30 وال 40 وفي بيعدي 50. طب ازاي الارنب بدون ما تكيف له ظروف التربيه هيقدر يعيش في الحراره العاليه دي؟ سؤال تاني بيقول: السلام عليكم، عندي ارنب فيه رعشه في جسمه وبيتنفس بالبطء ومش اول حاجه تموت مني بنفس الطريقه، ايه الحل؟ المنظر اللي سيادتك بتشرحه ده منظر التهاب رئوي. التهاب رئوي يعني ايه؟ يعني حدوث حالة برد للأرنب لم تعالج من بدايتها وفي لحظتها، فاستمرت لغاية ما وصلت لالتهاب رئوي. التهاب رئوي ملوش علاج. ممكن حضرتك تطلع على الحلقة رقم 161 عشان تعرف موضوع الالتهاب الرئوي. سؤال تاني بيقول: ايه سبب ان الأرنبة ولدت وداست عليهم وموتتهم كلهم ما عدا واحد وبتفضل تدوس عليه ومش عايزة ترضعه، أعمل إيه؟ الظاهرة اللي حضرتك بتقول عليها دي طبعا نتيجة خوف أو نتيجة خطأ من المربي. خطأ من المربي بيجي إزاي؟ إنه إيديه المجردة تلمس الخلفة بتاعت الأم، سواء بتجمعها وتحطها في بيت الولد أو سواء حطيت إيدك في بيت الولد عشان تفرزهم أو تعدهم، فانتقلت بصمة إيدك لهم. تيجي تدخل الأم تشم ريحة غير ريحة خلفتها فتبدأ تموتهم. بتموتهم في كذا طريقة للحاجة دي، يا إما بتبططهم زي سيادتك ما قلت، يا إما إنها ما بترضعهمش وتطلع بره تقعد في الملعب بتاعها القفص، يا إما إنها بتفترسها. في سؤال بيقول: الأرنبة عندها جرب وبديها العلاج، أعرف منين إنها بتخف أو إننا سيطرت أو إننا سيطرت على المرض، وبتاخد وقت قد إيه لحد لما تخف وأوقف العلاج إمتى؟ توقف العلاج إيه وأنت المفروض إنك هتفضل تعالج في الأرنبة من الجرب؟ أنت بتعالج الأرنبة من الجرب، ليها ثلاث مراحل للعلاج، بتعالجها مظبوط وبتنتظر منها الشفاء. الشفاء ما بيجيش في يوم وليلة، عليك أنت المتابعة. ممكن تطلع على
الفيديو رقم 52 بعلاج الجرح. في سؤال: منزل صورة جرب في أطراف وجلد خارجي للأذن للأرنب، بيقول لقيت ودان الأرنبة فيه. ده دكتور بيطري قال لي جرب، اداني أفوماك. هل الجرب معدي للبشر وإيه علاجه وإيه الوقاية؟ طبعا الجرب معدي للبشر وعلاجه بالنسبة للبشر الحلقة رقم 7 طلع عليها، وعلاجه بالنسبة للأرانب الحلقة رقم 52، لأنها مكونة من 3 خطوات، خطوة منهم ناقصة يبقى كأن العلاج ما تمش. سؤال بيقول: عندي أرنبة عمرها 4 شهور ونص ووزنها 2450 كيلو، ألقحها ولا أنتظر شوية؟ لا، يفضل انك تنتظر شويه، لان هو المفروض انك عشان تلقح ارنبه ما يقلش وزنها عن 2.5، وما يقلش عمرها عن 5 شهور. كونها 4 شهور جابت الوزن ده دليل على انها سلاله كويسه، واعتقد انها هتكون شنشله مثلا. فانت لو استنيت عليها جسمها هيعلى احسن، فهتديك نتاج احسن. وممكن تستنى عليها لغاية ما وزنها يعدي 2700 أو 2800 وتبدأ تدخلها. سؤال بيقول: هل حقن مضاد حيوي طويل مفعول بعد الولادة ليه تأثير على التلقيح؟ بعد الولادة أنت بتدي 0.5 سنتي جنتاميسين مضاد حيوي، ده عشان يقيها من أي ميكروب ممكن يصل لها، عن طريق ان فتحة الحية بتبقى مهيئة لتقبل اي ميكروب. فانت بتديها 0.5 سنتي ده عشان تمنع الحكاية دي. لكن تديها طويل مفعول ليه؟ انت لسه هتديها ابر تانية بتاعت الكالسيوم وكده. سؤال بيقول: بفكر انا وواحد صاحبي نبدأ مشروع الارانب، ممكن نصايح؟ النصايح بتاعت حكاية انك عاوز تشارك صاحبك والكلام ده، لازم تبقى عارف طبعا أساس تربية الأرانب حصولكم على المعرفة أنتوا الاثنين، دي حاجة. الحاجة التانية إن مفهوم صاحبك ده يكون متوافق ومتناسب مع مفهومك، يعني قلبكوا على قلب بعض، اللي أنت بتقدر تتصرف فيه أنت عارف إنه عنده استعداد يعمله، وأنتوا الاثنين تشتركوا في موضوع التربية. ما ينفعش واحد منكم يتحمل المسؤولية والتاني يتفرج عليه. دي نصيحة. سؤال بيقول: السلام عليكم، في الأول شكرا على قبول الضيافة. تاني حاجة، ممكن أعرف تربية الأرانب الصحيحة من الألف إلى الياء؟ طبعا تربية الأرانب الصحيحة ده علم، ويعني أنت عشان توصل للمعرفة دي، عشان تسهل على نفسك، أنك هتشتري كتاب متخصص في تربية الأرانب، وليكن كتاب دكتور سامي علام، بتلاقيه في المكتبات العامة. لو مش قادر تشتري كتاب لبعد المكان أو لعدم وجوده أو لوجود كتاب بديل لمؤلف تاني متخصص برضه، ممكن تطلع على فيديوهاتي من الفيديو رقم 1 لما فوق 300 فيديو، تبدأ تطلع عليهم واحدة واحدة كده وتشوف هتستفاد منهم ولا مش هتستفاد. وأخيرا تقبلوا سلامي وتحياتي.